مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم هو الأطعمة التي تساعد مريض كورونا على محاربة الفيروس. يجب على مريض كورونا أن يتجنب تناول الأطعمة المصنعة ويركز على الأطعمة الطازجة التي تساعد على تعزيز جهازه المناعي. فالأطعمة المصنعة والجاهزة تؤدي إلى تراكم السموم والالتهابات في جسمه، ما يؤدي إلى انهيار جسمه في هذه المرحلة. من هنا يجب أن يتناول الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والأسماك والبيض والحليب. من المهم أن يتناول مريض كورونا وبهدف تعزيز جهازه المناعي الدهون الغير المشبعة، على سبيل المثال الموجودة في الأسماك والأفوكادو والمكسرات وزيت الزيتون. عليه أيضا اختيار اللحوم البيضاء مثل الدواجن والأسماك والتي تكون منخفضة الدهون بشكل عام بدلا من اللحوم الحمراء. أيضا عليه التقليل من تناول الملح واستخدام الملح المعالج باليود، تجنب الأطعمة مثل الوجبات الخفيفة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والسكر، شرب كثير من الماء. الماء ضروري جدا لمريض كورونا، فهو ينقل المغذيات والمركبات في الدم وينظم درجة حرارة الجسم ويتخلص من السموم. لذلك من المهم أن يحرص مريض كورونا على شرب 8 إلى 10 أكواب من الماء كل يوم.